هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مقدمة مودعي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك مساء اليوم بعد زيارة سموه إلى مملكة البحرين، حيث شهد ختام فعاليات التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد. كما كان في الوداع في قاعدة عيسى الجوية معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وقائد سلاح الجو الملكي البحريني وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة وعدد من كبار المودعين.